يعطيكم العافية طلاب الصف التاسع، طلاب الأعزاء، إن شاء الله أنكم تكونوا بصحة منيحة وأموركم تمام. اليوم رح نستكمل اللي بدأناه بوحدة الجداول الإلكترونية. نحن اليوم بالدرس الرابع، موضوعنا رح يكون عن تنسيق الجداول والبيانات ونسخها. نتوقع من الطالب في انتهاء هذا الدرس أنه يتعرف على البيانات الرقمية داخل الجدول وكيفية تنسيقها. في بعض التنسيقات اللي ممكن نطبقها على البيانات الرقمية تحديدا راح نتعرف عليها في درس اليوم. أيضا أن ينسق الطالب حدود الخلايا ولون الخلفية بالنسبة للجدول، ظهار الخلايا بلون مختلف لتمييزها أحيانا. أيضا أن يتعرف الطالب على خطوات التحكم بالمحاذاة للبيانات بداخل الجدول. أيضا أن يتعرف الطالب مفهوم التنسيق الشرطي كمصطلح، وأيضا ما هي خطوات تطبيقه. يطبق الطالب خطوات النسخ واللصق، وأيضا يتعرف الطالب خيارات التعبئة التلقائية. حتى نقدر إنه اليوم نطبق أهداف الدرس رح يكون في معنا ملف مباشرة من إكسل. أنا هون مجهزة ملف إكسل. رح نعيد بعض المعلومات البسيطة اللي حكينا عنها المرة الماضية بالدرس السابق استكمالا اللي بدأناه، إنه بأي ملف إكسل يتم أو هناك مجموعة أوراق، منها ورقة واحد، ورقة اثنين، ورقة ثلاثة. تعرفنا على كيفية إضافة أوراق جديدة، وأيضا كيفية حذف أوراق، وأيضا حكينا عن شغلة مهمة كثير هي إعادة تسمية الورق. أحيانا بنسمي الورق بمصطلح يتناسب مع البيانات الموجودة فيها. لنفترض في عندي أنا الورقة رقم واحد، هون بتتضمن بعض المحتويات اللي بتضم أسماء الطلاب مع معدلاتهم. أحيانا كثير بنستخدم إكسل في عملية إحصاء معدلات الطلاب. هون راح اليوم أعيد تسمية الورقة وأسميها بيانات الطلاب، حتى يسهل علينا التنقل بين الأوراق. نسمي الورقة باسم معين. طيب اليوم درسنا راح يكون بصفحة 81. يا ريت يكون الكتاب معكم لما بتيجوا بدكم تتابعوا معي الدرس حتى نعرف إحنا وين واصلين. تنسيق الأرقام. هلا في أنا عندي صفحة، هاي الصفحة فيها بعض البيانات الرقمية مثل معدلات الطلاب. في عنا معدلات معمول بالمنازل العشرية. نستطيع أن نغير مظهر البيانات الرقمية من خلال ورقة العمل دون تغيير القيمة الحقيقية الموجودة في الخلية. أنا بغير شكل البيانات الرقمية ولكن ما بغير على قيمتها الحقيقية. من وين ممكن أتحكم بهاي الخيار؟ في عنا العمود اللي بيحتوي على المعدل بي وهي عبارة عن بيانات رقمية. من تبويب الصفحة الرئيسية في مجموعة اسمها مجموعة رقم، زي ما بنلاحظ هون. شو الخيارات اللي ممكن أطبقها على الأرقام؟ زي ما إحنا شايفين هون في عنا رمز العملة، ممكن نضيف للبيانات الرقمية رمز عملة. أيضا في عنا رمز النسبة المئوية، عنا رمز الفاصلة العشرية، وعنا أيضا زيادة المنازل العشرية وإنقاص المنازل العشرية. بعيد في عنا برضو كمان ممكن نفتح من هون، عنا تبويب عام أنه لا يوجد أصلا أي نوع من أنواع التنسيق. في عنا عملة، في عنا التواريخ، شكل التاريخ إذا بدنا إياه بالأرقام أو بدنا إياه بالأشهر، في عنا النسبة المئوية، عنا كسور عشرية، في عنا أصلا تنسيقات أرقام إضافية. شو هي التنسيقات الإضافية؟ لكل واحدة من هاي الأرقام أو كل هاي التنسيقات تنسيقات إضافية، مثل المنازل العشرية فينا نزيد عدد المنازل العشرية من هون، طبعا بدنا نكون محددين البيانات اللي إحنا عم نشتغل عليها. عنا العملة ممكن نغير رمز العملة أيضا. عن التاريخ ممكن نغير شكل التاريخ اللي بدنا نستخدمه، يوم شهر سنة أو يوم شهر. عن أيضا النسبة المئوية أو الكسور العشرية أيضا كمان ممكن إحنا نغير فيها. رح نشوف تطبيق بسيط على بعض الأشياء اللي ممكن أغيرها. مثلا هون عندنا المعدل، ممكن نظهر المعدل بالنسبة المئوية بإضافة رمز النسبة المئوية لإله. نعم أيضا ممكن نغير أو نزيد من عدد المنازل العشرية، بدنا نكون محددين البيانات. بين زيادة وإنقاص المنازل العشرية، إحنا هون شلنا غيرنا حذفنا المنزل العشرية، نعم هون بنزيد المنازل العشرية في كل مرة. نعم أيضا في عندي هون صفحة رقم اثنين بتحتوي على بعض البيانات. خلينا نشوف أعمل تنسيقات بسيطة جدا، منها ممكن أغير حجم الخط إذا لاحظنا إنه البيانات حجمها صغير. لاحظ لما غيرنا حجم الخط هون رح نعدل على عرض العمود.
رح نعدل على عرض العمود. نعم، مثلا في عندي هون اللي هو السعر، ممكن أغير رمز العملة للسعر، إنه أنا مش عارف هون السعر بأي عملة يكون. نعم، أنا ممكن أحولها لدينار أردني. إذا لاحظنا هون العملة اللي مستخدمها هي الدولار، كيف ممكن إني أنا أختار دينار أردني؟ نعم، نعمل تنسيق، تنسيقات إضافية. بنلاحظ هنا عملنا الدولار، هون ريال سعودي، هون اليورو، الباوند البريطاني. في عنا تنسيقات إضافية لحتى ندور على رمز الدينار الأردني. في عنا العملة من بعض التنسيقات، عنا مجموعة من هون من الرموز. خلينا نختار الرمز اللي بدنا إياه. إذا كنا بدنا نرمز السعر بالدينار الأردني، خلينا نشوف، نبحث من بين هون، معطينا مجموعة كبيرة من العملات. نحن اخترنا انه بدنا ندور فيها على الدينار الأردني. نعم نعم هون بنلاحظ العملات، في عندك دينار أردني من بين العملات. لو اخترنا الرمز اللي بدنا اياه نعمل له موافق. نعم، بنلاحظ انه اعطاني بالاول اللي هي ارسالة اعلان بالخطأ. كان في عندي الشكل اللي ظهر قبل شوي، هذا بيعطيني مسج انه في عندك غلط بالخليه. كان الخليه انه عرض العمود لا يتسع، فاضطريت اني اغير عرض العمود حتى يبين عندي انه هون اعطاني انه السعر بالدينار الاردني. فاذا بنلاحظ انه في بعض التعديل او بعض التنسيقات اللي عملناها على الخلايا بما يخص الخلايا الرقميه. بنذكر من تبويب الصفحه الرئيسيه في عندنا مجموعه رقم، كل التنسيقات الخاصة بالأرقام بنلاقيها بداخل هاي المجموعة، بالإضافة إلى بعض التنسيقات الخاصة اللي حكينا عنها. هذا بالنسبة للتنسيق الرقم. في عنا الجزء الثاني من التنسيقات هو تنسيق حدود الخلايا ولون الخلفية بصفحة 83. نعم، شو بيفيدني تنسيق الخلايا؟ تنسيق الخلايا بفيدني به إظهار بعض الخلايا بلون مميز. على سبيل المثال، لو أنا بدي أميز الخلايا الموجودة بهذا الجدول، ممكن أحدد الأعمدة بداخل الجدول اللي بدي أعملها تنسيق مختلف. من تبويب صفحة رئيسية في عنا مجموعة الخط، ركزوا معي كتير في هاي الأداة، وهاي الأداة بسموها أداة الحدود. هاي الأداة الصغيرة خلينا نركز بشكلها، بنسميها أداة الحدود. رح نختار هاي الأداة، بيظهر عندي مجموعة من الحدود، حد السفلي، العلوي، الأيسر، الأيمن، بلا حدود إذا ما كنتش بدي أعمل حدود. في عنا كافة، في عنا تنسيقات خاصة. من وين بنلاقيها تنسيقات خاصة؟ نختار آخر خيار مزيد من الحدود. بشوف فيدني مزيد من الحدود، ممكن أعمل تنسيق خاص. هون عنا تنسيق خلايا، في عنا إيش اسمه حدود، تبويب حدود. نعم، ممكن أغير النمط بالنسبة للتنسيق، ممكن أعمل النمط إنه يكون خط عريض، ممكن أغير اللون للحدود، راح اختار هون اللون الاحمر. نعم، في عنا حدود خارجية اللي هي الاطار، في عنا الحدود الداخلية اللي هي داخل الخلايا بهذا الشكل. نعمل موافق. بنلاحظ انه حددنا او غيرنا تحديد الحدود الخارجية للبيانات اللي بدنا اياها حتى نظهرها بشكل مختلف. ايضا ممكن نعمل تغيير برضو كمان للخلفية للجدول. نعم، خلينا ناخذ البيانات من تبويب الصفحة الرئيسية. في عنا هاي الأداة بنركز فيها كتير منيح، هي أداة لون التعبئة. فينا نختار لون تعبئة معين للجدول حتى نظهر بياناته بشكل مختلف. ممكن نطبق هذا الإشي على الجدول كامل، ممكن نطبقه على عدد معين من الخلايا حسب الحاجة. نعم، إذا في عنا بصفحة 83 و 84 هي خطوات تنسيق الحدود. زي ما حكينا من تبويب الصفحة الرئيسية مجموعة الخط، نختار مزيد من الحدود، ونختار شكل التنسيق اللي بدنا اياه زي ما احنا شايفين بالشكل 4 إلى 31. انا طبقته عندي هون على الورقة الموجودة امامي. ايضا في عنا لتغيير نوع الخلفية برضو كمان بدنا نحفظ شكل الايقونة مع الخطوات اللي هي وين موجودة هاي الايقونة، موجودة بالتبويب الصفحة الرئيسية بمجموعة الخط. مهم جدا زي ما احنا شايفين بالشكل 4 إلى 32 اللي هي شكل ايقونة التعبئة. في عنا المحاذاة. المحاذاة طبعا كلنا بنعرف شو هي المحاذاة لأنه مرقت معنا قبل هيك بدرس الوورد بالصف السابع، مرقت معنا بالصف الثامن، فكلنا بنعرف شو هي المحاذاة. المحاذاة اللي هي كيفية احتواء البيانات داخل الجدول. طبعا كلنا بنعرف أنواع المحاذاة الثلاثة اللي هي محاذاة يمين، محاذاة يسار، ومحاذاة بالوسط. هي في عنا أنواع المحاذاة موجودة عنا بتبويب صفحة رئيسية.
في عندنا مجموعة البيانات، كيف بدنا نعمل محاذاة للنص بداخل الجدول. طبعا أكيد لازم أكون مضلل البيانات. في عندنا من تبويب صحراسي مجموعة المحاذاة، في عندنا المحاذاة العلوية أعلى وسط أسفل بالنسبة للارتفاع اللي هي نسميها محاذاة أفقية، في عندنا المحاذاة العمودية اللي هي يمين توسيط يسار، وفي عندنا اللي هي المحاذاة يكون النص للأعلى أو يكون النص بالوسط أو يكون النص أسفل الخلية. نعم، إحنا رح نعمله بالوسط ورح نعمله لليمين أو بالجهتين بالوسط. فإذا بنلاحظ شكل البيانات رح تكون موجودة بوسط الخلايا بالنسبة للجدول. هذا المحاذاة. في عنا بالمحاذاة في إشي اسمه اللي هي الدوران، هذا مش رح نتركه، مش رح يكون داخل معنا، اللي هو موجود في صفحة 85 بآخر المحاذاة، لتغيير ميلان الرموز ضمن الخلية، هذا مش رح يكون داخل معنا. رح نحكي عن موضوع اسمه نسخ التنسيق. شو نسخ التنسيق؟ طبعا نسخ التنسيق برضه مكرر معنا في دروس سابقة زي الوورد، اللي هي نسخ التنسيقات اللي عملناها. نحن هون عملنا للخلايا تنسيقات مختلفة، من حدود، من باك جراوند، من لون خط، من حجم الخط. نعم، بنلاحظ انه عندنا هاي الداتا، شوف شو عليها، معمول بولد، معمول نوع الخط، معمول حجم الخط، ومعمول لون للخط. بإمكاني اني انسخ التنسيقات. كيف بنسخ التنسيق؟ نعم، باخذ البيانات بظللها. في عنا من تبويب الصفحة الرئيسية في مجموعة اسمها مجموعة الحافظة، كنا بنركز على هاي الأداة، أداة نسخ التنسيق. هلا إذا ضغطنا عليها بنلاحظ شكل المؤشر تحول لشكل الفرشاة إذا بتلاحظوا. هلا ممكن يكون نسخ التنسيق لبيانات موجودة على ورقة أخرى زي ما احنا شايفين. ممكن أنسخ التنسيق من الصفحة الأولى للبيانات الموجودة بالصفحة الثانية. لاحظ بالصفحة الأولى شكل البيانات صار مشابه تماما للبيانات الموجودة بالصفحة الثانية، هذا سميناه نسخ التنسيق. فأنا بنسخ نفس التنسيقات من مجموعة بيانات لمجموعة بيانات أخرى، هذا التنسيق نسخ التنسيق العادي. نعم، هناك في عنا نسخ التنسيق الشرطي. شو يعني نسخ التنسيق الشرطي؟ هذا الموضوع بدي تركزوا عليه كثير منيح، لأنه موجود عنا بالكتاب بصفحة 87، يمكن لأنه أول مرة رح يمر معكم. نسخ التنسيق الشرطي انه ممكن اعمل تنسيق لخلايا معينه ولكن ضمن شروط. على سبيل المثال لنفترض في ورقه بيانات الطلاب في عندي مجموعه علامات للطلاب، بنلاحظ المعدلات، ممكن اظهر بعض المعدلات بتنسيق يختلف عن باقي الطلاب. يعني مثلا على سبيل المثال لنفترض بدي معدلات الطلاب التي تزيد عن 90% تظهر بلون مختلف عن باقي المعدلات، كيف راح اعملها؟ تحديدا أو شو بدنا نحدد أو نضلل البيانات اللي رح نشتغل عليها. من تبويب صفحة رئيسية في عنا مجموعة بسموها مجموعة أنماط، طب نلاحظ فيها هون تنسيق شرطي، رح نختار تنسيق شرطي. هلا شوف التنسيق الشرطي فيه أنواع، فيه قواعد تمييز الخلايا، في مثلا أشرطة البيانات. لاحظ أشرطة البيانات شو بتعمل؟ أشرطة البيانات عم بتضلل البيانات حسب النسب اللي فيها. يعني بنلاحظ أن هون أعلى نسبة هي كانت 95، نعم، يليها في عنا 92، يليها 90. فهون هي عبارة عن توجيه للبيانات حسب الأرقام. يعني بنلاحظ أعلى نسبة مضللة كانت لأعلى قيمة، وبخف التضليل كل ما خفت القيمة. في عنا نوع ثاني أيضا اللي هو قواعد تمييز الخلايا، هذا اللي راح نشوفه بالخطوات. من إذا تبويب صفحة رئيسية بعيد من مجموعة أنماط في عنا تنسيق شرطي، هاي الأداة حفظوا شكلها مهم كثير. قواعد تمييز الخلايا، أنا بدي أميز الخلايا اللي أكبر من، أكبر من شو؟ بدي أحط القيمة اللي بدي إياها هون، راح أحط الخلايا الأكبر من 90. كيف بدك إياها تظهر الخلايا الأكبر من 90؟ نفتح هون أقسام الصغيرات. هل بدك إياها تعبئة باللون الأحمر مع نص أحمر داكن، تعبئة بالأحمر الفاتح مع نص أحمر؟ أنا راح أختار هذا النوع اللي هو يكون لون النص أحمر، يعني تكون الأرقام مكتوبة باللون الأحمر. نعم، بنلاحظ زي ما احنا شايفين هون عن القيم اللي أعلى من 90 ظهرت بلون أحمر اللي هو اللون أنا اخترته، 90 95 92، لاحظ أنها ظهرت بلون مختلف. هون أنا ميزت الخلايا حسب لون معين. راح أعطيكم مثلا تمييز حسب نص مش رقم. لنفترض أنا هون ميز الطلاب ذكر أو أنثى، خلينا نشوف كيف. على سبيل المثال عندنا هون أنثى وفي عنا طلاب الذكور، كيف بدي أظهر الذكور بلون مختلف عن الإناث؟ راح آخذ البيانات، نعم هون أنثى
شوف فاطمة هون في عنا طلاب رح أشوف كيف بدي أطبق على نص مش على أرقام زي ما شفنا أعلى من نعم من تبويب صفحة رئيسية من مجموعة أرمات رح أختار تنسيق شرط رح نختار قواعد تمييز الخلايا يساوي نختار هون يساوي في عنا شو اللي بدنا إياه بدنا الذكر يكون بلون مختلف حتى نميز الذكور عن الإناث يظهر باللون أحمر مع تابع لا أنا بدي يظهر باللون نص يكون لونه أحمر موافق نعم بنلاحظ إنه هون الذكور ظهروا بلون مختلف عن الإناث هي وسيلة للتمييز بعض الخلايا بلون معين أو بخلفية معينة إذا في عنا من صفحة 87 بنعرف شو يعني التنسيق الشرطي وهو يعني تنسيق الخلايا ضمن شروط معينة وبنعرف خطواته من تبويب صفحة رئيسية من مجموعة أنماط نختار أيقونة التنسيق الشرطي تحديدا قواعد تمييز الخلايا نعم هلا في عنا بعض التنسيقات اللي هي تنسيق الجدول أو تنسيق الجدول بنحدد الجدول وفي عنا بعض التنسيقات الجاهزة اللي هي من مجموعة أنماط التنسيق كجدول هاي تنسيقات جاهزة للجداول ممكن تختار واحد فيهم بالتالي يكون تنسيقه جاهز رح اخترنا مثلا تنسيق البيانات بهذا الشكل لاحظ كيف شكل الجدول اعطاني بتنسيق خاص كجدول نعم فاذا بتبوي صفحة رئيسية من مجموعة انماط بين التنسيق كجدول في عنا كمان برضو سابع اللي هي نسخ البيانات ولصقها طبعا هذا موضوع مكرر كل سنة بنعمله اللي هو كيف بقدر اعمل ابديت رح انسخ التنسيق لهاي البيانات حتى يكون الجدول متشابه كيف ممكن اعمل كوبي بيست طبعا هذا الاشي كلنا بنعرفه بدك تحدد الجدول بدك تعمل اما من رايت كليك نختار الامر نسخ او طبعا من ممكن حدد البيانات ومن مجموعة الحافظة في عندنا نسخ للخلايا الحلو بموضوع الاكسل انا ممكن انسخ الخلايا داخل الصفحة الواحدة او ممكن اروح انسخهم بورقة مختلفة يعني انا عندي بيانات الطلاب ورقة واحد ممكن اروح على ورقة رقم ثلاثة واحدد البيانات واعمل لهم بيست إذا أنا هون نقلت البيانات من ورقة إلى ورقة، أيضا كمان ممكن أعمل كوبي بيست ولكن من ملف إلى ملف، مش بس بداخل الأوراق داخل الملف الواحد، يعني أنا صار عندي نسختين بيانات الطلاب رقم واحد، وفي عنا بيانات الطلاب بورقة رقم ثلاثة هاي اللي هي عملت عملية النسخ والنقل، ممكن أعمل مش كوبي ممكن أعمل كت، آخذ هاي البيانات قص، ممكن أروح أفتح صفحة جديدة ورقة رقم أربعة. أو ورقة جديدة نعم ممكن أفتح الورقة الجديدة وأروح أعمل فيها البيانات لصق للبيانات اللي أنا كنت قبل شوي عملت لها قص نعم إذا ممكن نفتح ورقة جديدة ونعمل البيانات كوبي بيست من إلى من ورقة رقم واحد لورقة رقم ثلاثة أو ورقة جديدة لهاي البيانات نعم إذا ممكن أعمل كوبي كوبي بيست من صفحة إلى صفحة من ورقة إلى ورقة وممكن أحيانا كمان إني أفتح ملف جديد وأحطهم بهذا الملف الجديد في عنا كمان اليوم رح يكون موضوع حلو كثير اللي هو التعبئة التلقائية أحيانا نستخدمه لما بتكون تعبئة للخلايا بأرقام معينة أو بنصوص معينة نعم كيف يعني رح يكون تعبئة تلقائية رح نروح لورقة بيانات الطلاب لنفترض أنا بدي أعطي أرقام لهاي الطلاب لهذول الطلاب أول شي بدي أضيف عمود إذا بتذكر حكينا كيف بدنا نضيف عمود جديد بنحدد العمود وإدراج أعمدة للورق هون أضفت عمود جديد أنا بدي أعمل للولاد هذول ترقيم أعطيهم رقم واحد رقم اثنين هاي اللي نفترض أنا أخذت رقم واحد نعم في عنا خيار تعبئة السلسلة تعبئة السلسلة في عنا لها عدة خيارات نسخ الخلايا إن أنا أكرر الرقم واحد لكل الخلايا في عنا تعبئة السلسلة اللي هي بتختلف عنها بإنه رح يعبي السلسلة من واحد اثنين إلى العدد المطلوب من الطلاب طبعا رح ناخد التنسيق وننسخه لهدول رح ننسخ التنسيق للخلايا الموجودة عندنا هون إذا أنا هون أعطيت رقم للطلاب رح أورجيكم هون موضوع بسيط جدا اللي هي بموضوع النسخ لنفترض إنه أنا هون عم بحكي عن جنسية الطلاب
في عندي الطالب واحد، راح أعطيه الجنسية. ممكن أعمل الجنسية إيش؟ ممكن أعمل الجنسية هون نسخ، بحيث إني ما أضل أكرر كل مرة. نختار من التعبئة نسخ الخلايا. نسخ الخلايا راح تعطيني المحتوى نفسه مكرر لكل الخلايا، راح تعطيني القيمة اللي بداخلها مكررة للكل، بدل ما أضل أكتب كل مرة، بتوفر علي وقت. فإذا بعيني كثير من التعبئة التلقائية، إنه هو نوعين للتعبئة التلقائية اللي هو زي ما حكينا، بعنيني جدا نسخ زي ما حكينا تعبئة السلسلة هي 1 2 3 4، وفي عنا هي نسخ الخلايا بحيث يكون نفس المحتوى ينسخ من أكثر من خلية. فإذا بعنيني منهم من صفحة 92 وصفحة 93 اللي هي نسخ الخلايا وتعبئة السلسلة فقط. نسخ الخلايا وتعبئة السلسلة اللي هي بصفحة 92. هيك تقريبا بنكون كملنا درس اليوم. بالنسبة لتنسيق البيانات داخل الخلايا، لاحظ أنه أنا عندي البيانات نسخت بطريقة معينة، من حيث الشكل، من حيث أحيانا الأرقام كيف غيرت فيها وعدلت عليها، زائد التنسيق الشرطي لكل الجدول. طلابي، أي سؤال، أي استفسار عن موضوع الدرس، بإمكانكم تتواصلوا معي بأي طريقة، على الفيسبوك، على الماسنجر، أو تبعثوا لنا على البي 12، وأنا جاهزة على أي سؤال أنتم بتسألوني إياه. أتمنى أشوفكم في الحصة الجديدة على خير إن شاء الله.